السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة تاني فيديو في كورس جافا في أساسيات البرمجة. النهاردة هنتعرف على كذا مفهوم لازم تكون عارفه قبل ما نبدأ في الكورس أو هو في بداية الكورس. تعالى كده ننزل في صفحة جديدة في الوايت بورد. نعمل أول حاجة خالص، أول حاجة نكتبها أو أول حاجة نتعرف بيها هي البروبلم. فنكتب كده حاجة حاجة كده، يعني أول حاجة خالص اول كلمة هنسمعها هي البروبلم. ايه هي البروبلم دوت؟ البروبلم دوت انا مثلا عايز اقولك ان انا عايز اسافر من مصر لالمانيا. طيب دي كده مشكلة معايا صح؟ انا كده محتاج لإجابة للمشكلة ديت، يعني كده البروبلم ديت ده سؤال محتاج لإجابة انصر. كلام جميل. طيب انا علشان اجاوب على موضوع السفر، السؤال اللي انا اتسالته ايه هو، هقول له انا اول حاجه هروح، انا عايز هروح الاول شركه الطيران، احجز الطياره، بعد كده هروح للمطار، بعد كده اركب الطياره، وهكذا عشان اسافر من مصر لالمانيا. طيب فانا كده لما اسالك سؤال ومحتاج اجابه دي كده اسمها بروبلم. طيب دي بالنسبه لاول مصطلح. جميل. تاني مصطلح معانا حاجه اسمها كوميشنال بروبلم. بروبلم ماشي، دي بي كونديشن بروبلم. ايه كونديشن بروبلم دوت؟ ده نوع من البروبلم محتاج اجابه برضو زي البروبلم العاديه، ولكن الفرق ان السؤال دوت سؤال حسابي، يعني ده برضو سؤال محتاج لاجابه انسر. طيب بس بيبقى دوت سؤال حسابي ازاي؟ يعني مثلا اقول له 5 + 8 ديت عملية حسابية بينهم لما في الجمع. مثلا قلت x + 5 برضو كومبليشن بروبلم. طيب والكومبليشن بروبلم دوت دي المشاكل اللي بتعمل معها الكمبيوتر، يعني الكومبليشن بروبلم دوت دي المشاكل اللي بتعامل معاها الكمبيوتر. طيب هتقول لي ازاي انا مش بعمل اصلا اي كونشن بروبلم او بعمل اي عمليه حسابيه وانا شغال على الجهاز ده؟ انا بفتح فوتوشوب، بعدل على الصور، بلعب العاب، مش عارف بعمل ايه، كل الكلام دوت بالنسبه للكمبيوتر كونشن بروبلم. طيب تالت حاجه، تالت مصطلح هنتكلم عليها وهو الالجوريزم. كده اكتب كده ايه الالجوريزم. الالجوريزم دوت ايه؟ ده بقى قبل ما اتكلم عن موضوع الالجوريزم دوت، تعالى نعمل حاجه بسيطه كده. تعالى اقوم عامل مربع كده، حلو، لعبه كده بسيطه. اقوم عامل ايه الشكل ده كده، انا دوت الستارت بتاعي، ده الشخص هنا، ده الاند. انا عايز اوصل للكره ديت للاند هنا، هعمل ايه؟ دي مشكله معايا وعايز حلها. هقول له انت اول حاجه هتعملها انك هتروح يمين، هتحرك خطوه يمين صح، هقوم كاتب هنا رايت. تاني خطوه هقول له هطلع فوق خطوه، او هطلع فوق اللي هي تاني حاجه، ده اقول له اب. بعد كده هخش يمين تاني، رابع حاجة ان انا هطلع لفوق بعد كده يمين، يعني هقول له up بعد كده right. 5 خطوات علشان اوصل الكرة بتاعتي او الشخص ده لمسافة الاند هنا. طيب يعني انا المفروض دوت اسمه ايه؟ ده كده اسمه الحل. ولو انطبق والحل دوت او الانسر ده لما بيكون ينطبق عليه بعض الشروط بيكون اسمه الجوريزم. طيب ايه هي بقى؟ طب كده عرفنا ايه الالجوريزم. الالجوريزم كده هو حل المشكله، والمشكله دي بتكون كومبيوتيشنال بروبلم. حلو. طب يعني انا لما احل المشكله الحل بتاعي اللي هو دوت بيكون ايه؟ الجوريزم. كلام جميل.
طيب ايه هي بقى بعض الشروط اللي بينطبق عليها دوت؟ اول شرط خالص ان هي بتكون لازم يكون مجموعة مرتبة من الخطوات، 1 2 3 4 5، مجموعة مرتبة من الخطوات. تاني شرط ان هو لازم يكون terminated. يعني ايه terminated؟ يعني لازم اما اخلص الخطوات المكتوبة ديت المشكلة تتحل. يعني مثلا لازم بعد ما اخلص ال5 خطوات دول اوصل فعلا للنهاية، ما اقولش بعد الخمسة دول ممكن توصل وممكن لا، ممكن حاجة تحصل وما توصلش، لا لازم بعد ال5 خطوات توصل للنهاية او توصل للحل بتاعك اللي انت عايزه. طيب تالت شرط، الشرط التالت اللي هو ما يكونش فيه لخبطة. ازاي؟ يعني انا هنا لما اجي اقول لك انا هتحرك يمين، هتحرك كام خطوة يمين؟ وانا في سؤال، طالما في سؤال يعني كده في لخبطة، لان لازم انا اقول له هنا ايه رايت وان موف او واحد موف بس، اتحرك خطوة واحدة، واقول له هنا هطلع خطوة واحدة برضه، همشي هنا 2، همشي هنا خطوة، هطلع هنا خطوة، وهكذا. يعني انا لازم اما اقول لك كام خطوة ما يكونش فيه لخبطة. كده الفيديو النهارده خلص، اشوفكم في فيديو جاي، السلام عليكم.